السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ريب حك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. الموقع ده يا شباب لأصحاب قنوات اليوتيوب، اللي عنده قناة يوتيوب يقدر يعمل فيديو ويحصل على أول ما يتسجل في الموقع بتحصل على 400,000 ساتوشي هدية، ولو عملت فيديو بتحصل على 500,000 ساتوشي هدية وتقدر تسحب من الموقع. لكن 400,000 ساتوشي ما تقدرش تسحب منهم حاجة إلا لما تودع في الموقع أو تعمل فيديو. فاحنا خلينا على الفيديو. يوم إحصائية الموقع يا شباب أديله 0 يوم، عدد الأعضاء 156، إجمالي المبالغ للتأمين زي ما انتم شايفين قدامكم، إجمالي السحوبات لسه 0. هينزل كده يا شباب هنلاقي تعدين سحابي، البيانات التابعة، دي معلومات تقدروا تستفادوا منها لو انتوا حابين ان انتوا تقروا حاجة عن الموقع قبل الاستثمار. دي الخطط، الخطة الأولانية بتبدأ ب400,000 لحد 2 مليون، والخطة التانية بتبدأ ب21 مليون لحد 75 مليون. هما 4 خطط، وكل خطة ما يكون سعرها أعلى كل ما يكون الربح بتاعها أعلى. وهنا دي آلة حاسبة بتحط هنا المبلغ وتعرف أرباحك قد إيه من الموقع. ده الإحالات على 5 على 3. هنا يا شباب ده الموقع، ده اللي هتبعت عليه الفيديو، الإيميل اللي هتبعت عليه الفيديو، ودي العملات اللي بيدعمها، البنوك اللي بيدعمها. هنطلع كده فوق طريقة تسجيل في الموقع، هنيجي من هنا اهو يا شباب، هنحط هنا الاسم واللقب، وهنا اليوزر نيم، وهنا الباسورد وعادة الباسورد، وهنا الايميل وعادة الايميل، ودي المحافظ، نختار المحفظة اللي احنا هنشتغل عليها ونحط يعني هنا الباير، بيرفكت ماني، بيتكوين، ليت كوين، دوك كوين، اثيريوم، بيتكوين كاش، دوك داش داش. وتعلم على الشروط وبتعمل تسجيل كده بقالك حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب من هنا، هنحط اليوزر نيم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل زي ما انتم شايفين كده. هنا هتلاقي اول ما تخش هتلاقي عندك 400,000 ساتوشي هدية مديها لك الموقع في الايداع، وضربت الاحالة بتاعنا، وهنا الاسم، وهنا تاريخ التسجيل، وهنا اخر لوج. هنخش نشرح الموقع يا شباب. دي الصفحة اللي احنا عليها اللي هي الداشبورد، بتيجي من هنا لو انت هتودع في الموقع بتنزل تحت كده بتختار الخطة اللي انت هتشتغل عليها، بتعلم عليها كده على النقطة دي كده، وبتنزل تحت يا شباب تحدد البنك اللي انت هتشتغل عليه، بتعلم على النقطة بتاعت البنك كده برضو. يعني مثلا لو تودع من البير او من الفيكت ماني بتدوس كده وبتعمل انتقال كده، هيقول لك حط التأكيد، هتقول له تأكيد، هتقوم جاي اعمل ايه تأكيد عملية من هنا، هيحولك على المحفظة على طول، وتعمل تختار العملة اللي انت هتودع بيها، وبعد كده ايه بتكمل. رجعنا تاني يا شباب للموقع. بعد كده يا شباب هنا الوديعة الخاصة بيك، هتلاقيها هنا لما يكون لك وديعة هتلاقيها ظاهرة هنا اهوت، وودعت بإيه. طبعا دي الوديعة اللي هي الموقع حاططها لك. بعد كده الإيداع بالتاريخ، وهنا كسب بالتاريخ، والسحب من هنا يا شباب. اهو بتيجي من هنا كده بتختار المحفظة اللي انت هتلاقي قدامها الرصيد، هتلاقي في نقطة كده هتدوس عليها وهتنزل تحت هتلاقي السحب فتح معاك وتقدر تسحب. لو انت عايز تغير المحفظة، يعني في محفظة هنا عايز تضيفها، بتدوس على دي كده وبتخش على الاعدادات وبتحط المحفظة اللي انت هتشتغل عليها وبتعمل حفظ. بعد كده السحب بالتاريخ، ومن هنا الدعوات الخاصة هتلاقيها هنا، ممكن عندك دعوات هتلاقيها موجودة هنا،
ورابط الإحالة بتاعك هتلاقيه هنا. لا ده هنا الدعوات، الدعوات بالتاريخ، سحب بالتاريخ، الأمان، الخروج. وهنا في معلومات برضو عن موقع الدفع، التعليمات الأخرى. وبكده يا شباب يكون يعني انتهينا من الشرح، وقلنا البونص تبعته على على الايميل ده. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.